السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. اليوم سوف أقدم لكم أحد مشترياتي التي توصلت بها هذا الأسبوع من موقع الإكسبرس. توصلت بهذه البراسلي التي تتوفر على العديد من المزايا، بين المزايا دي لأنها عبارة عن ساعة، أضف إلى ذلك أنها يمكن لها لعب دور نوتيفيكيتور، حساب دقات القلب، حساب عدد خطوات في حالة المشي والجري، حساب الكيلومتراج الذي تقطعه أثناء المشي، وأيضا ساعات النوم حيث يمكن لك أن تضبط ساعات النوم، دقات القلب كما قلنا، السعرات الحرارية، الأكسجين في الدم، والعديد من المزايا كما ذكرت. حيث يمكن لها أن تلعب دور نوتيفيكيتور، فعندما يرسل لك أحد ما رسالة في الواتساب أو الفيسبوك أو أي أحد وسائل التواصل الاجتماعي ستصلك على هاته البراسلي. جاءتني هذه البراسلي، هذا الكيبل للشارج الشحن، هذا كتيب الاستعلامات، هذا الوعاء الذي أتت فيه، وعاء صراحة جميل شيك. هذا فيما يخص البراسلي. سوف نمر الآن إلى الفيديو الثاني.